الحكومة تسوت حزم، أطلقت حزم أولى وثانية وثالثة ورابعة من ضمنها زيادة الرواتب، بس بالمقابل يعني ارتفعت الأسعار مثلا، بالنسبة مثلا الضريبة نفس الشيء ارتفعت، ضريبة الدخل ارتفعت، يعني بتقدر تحكي إنه شغلة يعني أنجزت في بمجال وبرضه أخفقت في مجال يعني. لم تنجز أي شيء من تعهدات، لا على الصعيد الاقتصادي ولا الاجتماعي، ولا شفنا أي شيء من يعني من الحزم اللي انحكى عنها إنها رجعت، لا شيء بالمواطن بفائدة ما في. الشعب تعبان، الشعب الآن أصبح يعني قوت يومه مش قادر أن يأخذ قوت يومه. هذا الحكي كله اللي حكونا حكومة نهضة، بالصراحة هي مش حكومة نهضة. الآن لازم يشوفوا معاناة الشعب، لازم يكون في تطبيق إجراءات، مش كلام فقط على الفيسبوك أو تويتر. أنجزت بالنسبة لوعودها إلنا يعني خلينا نقول 20% لحد الآن. لا ما شفنا حتى المشاريع الاقتصادية، أنا بشوف إنها عم تتأخر ما عم تتقدم. لا والله ما أنجزت، لأن الضرائب والغلاء والأسعار نفس الشيء ما تغير الشيء عليه. هذه عينة تم طرح سؤال الحلقة عليها، هل أنجزت الحكومة التزاماتها أم لا؟ فكانت إجاباتهم كما سمعتم، حياكم الله. لأننا أيضا نؤمن بمواقع التواصل الاجتماعي، قمنا بطرح السؤال على صفحاتنا، كانت النتيجة هذه النتيجة: هل أنجزت الحكومة تعهداتها؟ 89% لا، 11% نعم. كثير من المغردين والمعلقين شككوا بمنهجية ونتائج الدراسات، سواء كانت نتائجها من قبل الحكومة أو من قبل مركز راصد. عليه اليوم نستضيف معالي الدكتور فارس بريزات، وزير الشباب ممثلا عن الحكومة، وهو لديه باع طويل في الدراسات. مساء الخير دكتور. مساء النور، هلا سيدي. واهلا بالدكتور عامر بني عامر، مدير مركز الحياه راصد. مساء الخير دكتور. مساء الورد. صوت المملكه بدا، اهلا بكم جميعا. يمكنكم الان متابعه صوت المملكه عبر حساب قناه المملكه على موقع الفيسبوك، كما يمكنكم ايضا طرح الاسئله. أهلا بكم. الفرق بين تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 وبين ما خرج به تقرير راصد بنقاط مختصرة. الحكومة تقول إن نسبة الإنجاز المحقق بلغ 92%، بينما تقرير راصد تحدث عن 18%، والفرق بينهما كبير. الحكومة كانت أولى زياراتها لهيئة النزاهة والفساد، قالت بدأت بتصويب 490 مخالفة، وحدت المشتريات الحكومية، بينما تقرير راصد يشير إلى أن قرار الحكومة فيما يتعلق بالشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد نسبة 1%. الحكومة تتحدث عن أكثر من 30,000 فرصة عمل، فهل هي النسبة ذاتها الذي تحدث عنها التقرير والبالغة 3%؟ أهلا بكم من جديد، أهلا بضيوفي محفظ الألقاب. سأبدأ اللقاء. مساء الخير. مساء النور دكتور. مساء الخير دكتور عامر، ومساء الخير دكتور فارس. راح نبدأ براصد زي ما بدك سيدي. شو رأيك؟ براحتك سيدي. أنا دائما الحكومة بحطه مع يميني سيدي. براحتك سيدي. أبدأ معك دكتور عامر. تفضل. كم قيمة هذه الدراسة؟ من قام بتمويل هذه الدراسة؟ وما كانت شروط مقدم هذا التمويل أو المنح؟ بداية مساء الخير لك. مساء الخير. مساء الخير للدكتور فارس. يعني حقيقة يعني هذه الدراسة هي جهد من ضمن نشاطات فريق راصد مركز الحياة، ويعني بجوز أجمل ما في هذا البرنامج اللي هو برنامج مراقبة الأداء الحكومي اللي الآن بيتعزز تقريبا 20 شهر مر عليه، بأنه ليس ممولا من أي جهة دولية. مش ممول، وإنما الفريق الذي قام على هذه الدراسة مجموعة من المحامين والباحثين، كلهم كانوا متطوعين. ويعني اسمح لي أنه أنا أستغل هذه الفرصة على الأقل أني أنا أوجه لهم شكر عبر قناة المملكة على جهدهم الكبير اللي بذلوه عبر يعني آخر 3 شهور. هو جهد تطوعي تراكمي رائع جدا. ولكن أنا بدي أكد على نقطة مهمة في غاية الأهمية، أنه حتى لو كان هناك تمويل، وحتى لو في يوم من الأيام استطعنا أن نمتلك تمويل لتعزيز هذا النوع من التقارير الرقابية، فهذا لا يعيب هذه التقارير. وإحنا نقدم تقارير رقابية في مجالات مختلفة، نبدأ وننتهي بالأجندة الوطنية. الأردن هي أجندتنا أولا وأخيرا، مهما كان مصدر التمويل
في أول المطاف وبآخره، يمر عبر قنوات حكومية وموافقات حكومية، لا يمكن الحصول على تمويل بدون أن يمر عبر موافقات حكومية. فأرجو أن نتذكر دائما بأن هناك فصل ما بين فكرة التمويل ما بين المخرج، لأنه هناك مؤسسة وطنية ذات أجندة وأولويات وطنية تقدم هذا العمل. وشكرا. نعم، يعني مش ممول سيدي؟ للأسف ما قدرناش نجيب تمويل لحد الآن. طيب، وهذا ما بعيب ودك. ماشي دكتور، لماذا جئت تدافع عن الحكومة وأنت الجديد في هذه الحكومة؟ أولا أقدم لك الشكر، ودكتور عامر أيضا. إحنا قبل أن نكون بالحكومة وبعد أن نكون بالحكومة وبعد أن نترك الحكومة سنبقى مواطنين أردنيين نسعى دائما إلى خدمة بلدنا وخدمة دولتنا وخدمة سيدنا بغض النظر عن ما هي الظروف التي تتغير حولنا. أنا وزير عامل بالحكومة، وأتشرف بأن أكون على هذه الطاولة بمعيتك ومعية الدكتور عامر لمناقشة موضوع غاية في الأهمية بالنسبة للجميع. أولا أود أن أشكر مركز راصد على إصدار هذه الدراسة، وهي ليست الأولى. نعم سيدي، راح أجي للدراسة. بدي أسألك كمان سؤال مثل ما سألنا الدكتور. تفضل سيدي. سيدي، دفاع الحكومة يسهل الانضمام إلى فريقها أم لا؟ السؤال مرة ثانية. الدفاع عن الحكومة يسهل الانضمام إلى الحكومة أم لا؟ ما قبل ما بعد أثناء، يعني ما تشاء دكتور، ما قبل وما بعد. أولا الدفاع عن الحكومة يعني الدفاع عن قناعات بالسياسات العامة التي تتبناها هذه الحكومة. أنا كل فخر وكل اعتزاز أن أكون جزء من هذا الفريق، وأقدم ما أستطيع لخدمة بلدي وخدمة ناسي، وخصوصا قطاع الشباب في هذه البلد. نحن نعرف جميعا أن أكبر مشكلة تواجهنا اليوم هي مشكلة البطالة، وينبغي على كل فرد في المجتمع الأردني سواء كان في الحكومة أو خارج الحكومة أن يقوم بما يستطيع لكي يسهل من توظيف الشباب وتشغيلهم بوظائف منتجة وليست بطالة مقنعة. أنا أعتز بإني أحمل هذا الموضوع ليلا ونهارا، وسأعمل عليه ما أستطيع لتمكين الشباب ضمن الفهم العام لدور الدولة التمكيني بشكل أساسي. وهذا شيء يشرفني سابقا ولاحقا. نعم، تثق بتقرير راصد أم لا؟ سيدي، الثقة حاصلة بكل دراسة، والاختلاف حول هذه الدراسة أو تلك يأتي حول المنهجية التي يتم اتباعها. والثقة تأتي أيضا من الثقة بمن يقوم على مثل هذه الدراسات سواء كان مركز راصد أو غير مركز راصد. الأصل أن ننتبه إلى المنهجية وننظر إلى المنهجية، إذا كانت هذه المنهجية ومن قام بهذه المنهجية خبراء لديهم المعرفة القانونية والسياسية في السياسات العامة أم لا. إذا كانت لديهم المعرفة فلنناقش الحجة بالحجة والرأي بالرأي والرقم بالرقم. أنت تعرف راصد؟ تعرف راصد؟ نعم. تثق بالشباب اللي بيقوم بهذه الدراسات أم لا؟ نعم، لدي ثقة بأنه يقومون بجهد كبير، ولديهم كثير من الخبرة طويلة جدا. قد نختلف في المنهجية وقد نختلف في الاستنتاجات والاستخلاصات، ولكن هؤلاء الشباب لديهم خبرة وقاموا بجهد يشكرون عليه، ونستطيع أن نتجادل وإياهم بكل التفاصيل وبكل الأرقام. وتجادلنا قبل ذلك، يعني قبل أن أكون بالحكومة وأثناء وجودي بالحكومة وبعد خروجي من الحكومة، سنبقى نتجادل لما فيه مصلحة الأردن إن شاء الله. يا سيدي دكتور عامر، بنبدأ معك. تفضل. 18% نسبة الإنجاز الحكومة، ألا يعد ذلك إجحافا بحق الحكومة؟ 18%. يعني أنا ما بعرف ليش في البعض افترض بأنه إحنا أجحفنا بحق الحكومة بهذا التقرير. معظم الناس أخذت الـ 18% ونسيت كثير من النقاط. يعني أنا لو كنت ضمن فريق الحكومة سأنظر إلى هذا التقرير بأنه هو لصالح الحكومة. كيف؟ أنا أتحدث عن محورين أساسيات. محور الالتزامات التي وردت في خطة النهضة، هذا جزء، لأنه إحنا بالمنهجية سبق وأنه طلب من قبل دولة الرئيس بأنه أن نفصل بين الالتزامات التي جاءت بخطة النهضة وبين الالتزامات خارج خطة النهضة. الآن إذا ما دمجنا الرقمين مع بعض، فإن الحكومة قد أكملت 18%،
ولكن هناك 68% من الالتزامات جار العمل عليها. أنت إذا بتطلع على هاي النسبة 68% هي نسبة عالية جدا بأنها جاري العمل عليها. فأنا لا أعتقد بأنه قد أجحفنا بحق الحكومة عندما نتحدث أنه أكملت 18% وجاري العمل على 68%. شو هو الأكملته 18%؟ اللي أكملت فيه. ما أقدر أطلع لك على الالتزامات التي اللي أكملتها الحكومة مثلا بال 18%. مثلا عندك حملة وطنية للنظافة، حوار وطني حول اللامركزية، إصدار الأنظمة المتعلقة. حملة وطنية للنظافة إنجاز دكتور؟ هذا كان لا أنا بسألك سؤال، حملة وطنية إنجاز للنظافة؟ اسمح لي أقول لك شغله. هلا أنا عندي التزامات وردت ماشي. كل التزام له وزن، ممكن تقول عنه وزنه ثقيل، وزنه خفيف، مهم مش مهم. في نهاية الموضوع احنا في عندنا التزامات وانا حاسب الحكومة على ما تقدمت في الالتزامات. طيب اعطيني غيرها. اصدار الانظمة المتعلقة بقانون الشركات فيما يتعلق بشركات رأس المال المغامر، اصدار التعليمات في قانون الاعصار، اطلاق برنامج خدمة وطن، التكيف مع التغير المناخي، تحسين الممارسات وتعديل تشريعات الشراء الحكومي بما يواكب افضل الممارسات عالميا. في عندك انت هاي عندي انا يعطيني شيء الناس تلمسه. شوف انا انجاز الناس تلمسه. يعني الناس تقول والله صادق. انا لست بالمكان اللي انا اقدم فيه انجازات الحكومه انه شو هي هذا الحكي. الحكومه اللي لازم تقول انا هذا هو الشيء اللي بفتخر فيه. طيب. هذا الشيء اللي بقدمه وهذا الشيء اللي باخره. ماشي. انا دوري فقط لا غير هون. انا دور لست سياسيا، ما قدمتش راي سياسي. نعم. انا قدمت راي تقني. ماشي. رحت على كل التزام قدمته الحكومه وجمعته وسهلت على واحد اعلامي مثلك انه يستطيع الرجوع الى هذا الجدول بسهوله ويستطيع انه يطلع عليه بكل وضوح. ماشي. وهي ما انجزته الحكومه. بتقول لي شو اللي ما انجزته الحكومه؟ بقول لك. بتقول لي شو الاشي ما زال جاري التنفيذ؟ بقول لك. الان تسالني ما هو دليلك، ما هو مرجعيتك؟ بقول لك المراجع اللي بعتمد عليها اولا هي الجريدة الرسمية اللي تصدر الحكومة. ثانيا قرارات مجلس الوزراء. ثلاثة الويب سايت الرئيسي عفوا صفحة الفيسبوك الرئيسي للحكومة. طيب ماشي. أنت يعني سأل الدكتور فارس سؤال معلش. تفضل. نعم. أيهما أقرب للتصديق الناس؟ طبعا أنا بحترم كل الدراسات. الـ 92% أم الـ 18%؟ سيدي أولا هنا نأتي إلى السؤال اللي سألتني في البداية عن الثقة من عدمها، وإجابتي كانت أنه نثق بمن يقوم بهذا العمل وقد نختلف على الآليات والمنهجيات والنتائج. ماشي. المقارنة الأساسية هي التي قامت الحكومة بنشرها كان بشهر 11 عام 2018. تم تحديد أولويات عمل الحكومة لعامي 19-20 وتم تحديدها بثلاثة محاور أساسية اللي هي دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل. ورد ضمن هذه المصفوفة 18 أولوية وطنية تمخض عنها 187 التزام لعامي 2019-2020. ماشي. وبعام 2019 كان هناك 63 التزام تعهدت بها الحكومة لإنجازها، أنجزت منها بحسب المصفوفة التي تم تطويرها بشكل ربعي طيلة عام 2019 58 التزام من أصل 63 التزام، وهذه هي النسبة التي تم الإشارة إليها بتقرير الإنجاز الحكومي 92%. الآن نحن نتحدث هنا عن 63 التزام. شو هن الالتزامات دكتور؟ معلش إذا نقدر نعرف شو الالتزامات. القائمة ليست بين يدي الآن ولا تستحضرني من لكن موجودة الآن موجودة بالكتيب ممكن نرجع له يعني. طيب. لكن الشيء اللي أحب أحكيه كمان أنه الاختلاف هنا نتحدث عن 63 التزام بينما راصد يتحدث عن 301 التزام منذ تشكيل الحكومة إلى نهاية عام 2019. فنحن نتحدث عن فترتين مختلفتين، هذا من الناحية الأولى. الناحية الثانية الحكومة تتحدث ونحن نتحدث عن مصفوفة محددة من الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في هذه المصفوفة، بينما راصد ليست فقط منظومة الحكومة التي قدمتها، خطاب الرد على الثقة، خطابات الثقة في مجلس النواب والتي نتج عنها نحو 32 التزام، واللي هي بالرد على خطاب بالرد الحكومة على في خطاب الثقة. وكانت التزمت الحكومة خلال 100 يوم الأولى
ب 32 التزام، نفذ منها تلك الفترة 26 التزام، نحو 80% تقريبا خلال 100 يوم الأولى من عمر الحكومة. الآن عندما نتحدث عن 301 مأخوذة من مصادر مختلفة بما في ذلك تصريحات دولة الرئيس لوسائل إعلام مختلفة أو كانت على وسائل التواصل الاجتماعي أو بالإعلام أو غيره، هي منظومة مختلفة للالتزامات التي تم تعريفها من قبل راصد عن المنظومة التي قدمتها الحكومة وحاسبت نفسها على هذه الحكومة. هذا الجانب. الجانب الآخر، أنا لم أرى بالتقرير راصد عودة إلى التقارير الربعية التي كانت الحكومة تقوم بإصدارها لمتابعة الثلاثة محاور: الإنتاج والتكافل والقانون. لذلك أنا لا أرى أن هناك تناقض بين ما يقوم به راصد وما أعلنته الحكومة. الاختلاف في الأرقام هو اختلاف في المرجعية الرقمية. المرجعية الرقمية بين 63 و 301 في فرق كبير، بين أن تكون مصدر المعلومات open source مفتوح من كل مكان، وبين تكون أن تتحدث عن منظومة محددة. أنا اعتقادي أنه نقارن يعني المدخلين أو المنهجين أو الطريقتين على أنهما واحد يدخلنا في جدل وخطأ غير بعتقد انه غير منطقي. غير منطقي. نعم. ماذا لم تلتزم، بماذا لم تلتزم دكتور الحكومه؟ يعني بس ممكن اعلق على دكتور فارس، لانه في غايه الاهميه احنا نتعامل مع الحكومه كوحده متكامله، نتعامل مع تصريحات دوله رئيس الوزراء بانها التزامات، لانه في محصله الموضوع عندما يذهب دوله الرئيس الى زياره ميدانيه او عندما يتحدث امام البرلمان او حتى على شاشه التلفزيون ويتعهد بامر ما، هذا بالنسبه لنا احنا بنعتبره التزام. طيب، و يعني نكتب هذا الالتزام ونعد هذا الالتزام. وبتعرف انه الحكومه انجزت من الالتزامات اللي خارج خطه النهضه حوالي 28%. يعني في التزامات وردت على لسان دولة رئيس الوزراء من خارج خطة النهضة اللي بيحكي المصفوفة اللي بيحكي عنها الدكتور فارس، وأنجزت منها الحكومة، مما يدل على أن الحكومة تعتمد وتأخذ بعين الاعتبار هذه الالتزامات. أنا ما بدي أدخل في الجدلية أنه يعني هذا دعم للحكومة بالمقابل. هذا واقع، احنا نتحدث عن الواقع في نهاية الموضوع. لكن احنا نتمنى انه الحكومة تصل في يوم من الايام، سواء حكومة دكتور عمر رزاز او غيره، هاي في النهاية نتحدث عن اجيال، انه كل ما يصدر عن الحكومة يعتبر التزام وتتقيد هذه الحكومة بالالتزام. لأننا لي. في الأردن قدمنا مئات الخطط تاريخيا. طيب. طيب. ولم نلتزم بهذه الخطط. بدي هذا السؤال لك وايضا للدكتور فارس. فضل. بعد امركم. فضل. ماشي. احنا ما نتحدثش عن حكومه او حكومات، نتحدث عن الخطاب تبع رئيس الوزراء. تمام. نتحدث عن رئيس الوزراء صار له سنتين تقريبا. لا، سنه ونص تقريبا. يعني فتره طويله، وبالتالي بدي اتحدث عن البطاله والفقر. نعم، تتحدث عن البطاله والفقر يا سيدي، محور الاصابع. واعطوني الحكومه شو انجزت بالبطاله وشو انجزت بالفقر. تفضل، شو أنجزت الدكتور فارس بالبطل الفقر؟ نسبة الفقر 14.4 بزمن الدكتور عبد الله الزور، هذا مع الدعم الحكومي، شيل الدعم الحكومي بصير 17. نسبة الفقر تم العمل على المسح في زمن الدكتور هاني الملقي، تم إعلانها بزمن الدكتور هاني الدكتور عمر الرزاز 15.7 بدون الدعم الحكومي، وتوصل ل 19. نسبة المنهجية، البطالة المنهجية كانت جامدة لا تعكس واقع الحقيقي للبطالة، الآن وصلت ل 19.1 البطالة. نعم. بدي أعرف الحكومة شو عملت بالسنة ونص بالبطالة وبالفقر، وشو دليل الدكتور عامر أيضا على هذه النسب، لكن بعد الفاصل الأول. تفضلوا البقائي معنا، فاصل قصير. رقم الطلب بيربح ذهب. اطلب ديزل على الرقم الذهبي من جو بترول 5-800-700. 60 ليرة ذهب بانتظاركم. رابحين اثنين يوميا، ليرة ذهب لكل رابح ولمدة 30 يوم، بالإضافة لقسيمة محروقات بقيمة 5 دنانير مع كل طلب. 5-800-700. رقم الطلب بيربح ذهب. تبدأ الحملة بتاريخ 23/1/2020، تخضع للشروط والأحكام. جو بترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
أهلا بكم من جديد وأهلا بضيوفي. أطرح السؤال عليه دكتور عامر. نعم. بطالة وفقر، شو عملت الحكومة حسب تقريرك سيدي؟ يعني حسب تقريرنا للأسف بأن الحكومة في ملف العمل والتشغيل حقيقة، لأنه إحنا عاملين رصد دقيق، هناك أولا عدم انسجام في تصريحات الحكومة في هذا الملف، وإحنا حاطين تتبع لتصريحات الحكومة من شهر 2 3 4 5. يعني بشهر 2 وزير العمل، أنا بصرف النظر عن اسم الوزير لأنه تعرف أنا من غير وزراء، أنا بتعامل مع الوزير كوزير. طيب مرة بيقول لك 3000 بشهر 2، بعدين بشهر 3 صاروا 8000، بشهر 4 صاروا 10000، بشهر 6 صاروا 15000، بشهر 7 18000، وزير العمل بشهر 7 رجع قال 17000، بشهر 9 قال 21000، بشهر 10 حكى 20000، بشهر 12 حكى انه في 7000 من اللي تم تعيينهم تركوا العمل. كويس. الآن إحنا حقيقة في نقطتين مهمات في الموضوع. دولة الرئيس عندما استلم الـ 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 وكان فيه تصريح بأن السوق الأردني يستوعب من 30 إلى 35 ألف فرصة عمل، وسنضاعف هذا الرقم، هذا اللي كان موجود بتصريح دولة رئيس الوزراء. عدد اللي انضموا للضمان الاجتماعي خلال الفترة الماضية، خلال هاي الفترة اللي إحنا نحكي عن فترة التقرير، ما بيوصل تقريبا 25 إلى 26 ألف تقريبا. فأنت بتحكي بأنه خلال حتى العشرين شهر من عمر الحكومة ما وصلنا للرقم اللي إحنا كنا نجيبه حسب حكي دولة رئيس الوزراء بسنة. فإحنا ما زلنا بعيدين حتى عن تحقيق الرقم اللي كنا نعمله بسنة، وليس مضاعفة الرقم. كم كنا نعمل بسنة توظيف؟ المفروض حسب تصريح دولة رئيس الوزراء أول ما استلم من 30 إلى 35 ألف. طيب الآن لم نصل إلى هذا الرقم حتى بعمر الحكومة كاملة. بسنة ونص. بسنة ونص وإحنا تتبعنا. طب التصريحات اللي بتتحدث أنا هي حتى مع التصريحات. أنا وزير العمل معي هون جلس قال لي 30 ألف فرصة عمل يا صديق. وقال لي بتروح على الضمان الاجتماعي بتتأكد من الأسماء. تفضل سيدي. يا سيدي ال 30 ألف فرصة عمل خلال قديش؟ خلال عمر الحكومة 20 شهر؟ ما بعرف. إذا لا يعتبر إنجاز، إحنا نحكي عن سنة هي 30 إلى 35 ألف، هذا واحد. طيب. اثنين، الأرقام الموجودة بالضمان لم تصل إلى 30 ألف، إحنا سألنا بالضمان لم تصل إلى 30 ألف خلال عمر الحكومة. نقطة رقم ثلاث وهي في غاية الأهمية. الضمان شو قال؟ لم تصل؟ لا لم تصل، احنا ما قدرنا نجيب الرقم بدقة لكنها لم تصل. الرقم الأهم بهذا الكلام بأنه الوزير نفسه بشهر 12 قال لك في 7000 من اللي عيناهم روحوا. طب هذول مع 30 ألف ولا مش مع 30 ألف؟ ال 30 ألف تعين شهر وشهرين بس ولا 3 أشهر وبعدين روح؟ ال 30 ألف تعين 5 أشهر وبعدين روح، أخذ حقوقه كاملة، شو الوضع الوظيفي؟ حقيقة لا يوجد تصريحات. آخر نقطة بدي أحكيها. لأنه الوزير معي بس على التليفون. أيوة. تفضل. بس آخر نقطة. إحنا عملنا الاستطلاع مع موظفين إدارات العمل اللي قبل بالتقرير الأخير. معظمهم قال بأنه إحنا اللي بنقوم فيه هو بنتصل مع المصانع ومع المؤسسات بنسألهم شو في عندكم فرص عمل. إحنا حقيقة لا نستحدث فرص عمل، وإنما فقط نستطلع، إذا في فرص عمل بنضيفها للقائمة اللي موجودة عندنا، هذا كل اللي بنعمله. وجاهزة؟ من اللي من أصحاب القطاع الخاص. يعني باختصار لا يوجد أي فعل حقيقي أدى إلى توليد فرص عمل. طيب معي على الهاتف الآن معالي نضال بطاين وزير العمل. مساء الخير. أهلين يا هلا. مساء النور سيدي. سمعت ما تفضل بيه الدكتور عامر؟ سمعت والله. طيب بدنا إجابة بعد أمرك. والله يعني ما بعرف، يعني الأرقام اللي بتفضل فيها قاعد السيد عامر مع احترامي الشديد له عجيبة غريبة. يعني قال عن موضوع اللي مشتركين الجدد بالضمان الاجتماعي طول عمر الحكومة 30 ألف، هذا غير يعني غير دقيق الكلام نهائيا. فيتفضل عنا أستاذ عامر يطلع على شاشات الضمان الاجتماعي والأرقام اللي موجودة، يعني أرقام مشتركين فعالين بالضمان الاجتماعي جدد للعام 2019 في بحدود 48 ألف واحد. يعني المعيار بينه وبين السيد عامر يتفضل يعني يأخذ يعني مستند رسمي بهذا الحكي. هذا فهذا الكلام غير دقيق. طيب نقطة ثانية بالنسبة عفوا تفضل عامر، لما يقول معالي وزير العمل السابق الله يسهل عليه سمير مراد انه شغلنا بشهر 2 هذا الرقم وبشهر 4 هذا الرقم، طبعا كلامه مظبوط، الموضوع تصاعدي. لما دولة الرئيس يجي يصرح يقول انه احنا عندنا راح نستحدث كذا فرصة غير اللي بيولدها الاقتصاد الأردني، هذا كلام يعني ما في أي تناقض. يعني أنا اللي بدي أقوله إنه يعني حتى
يعني المقارنة المقارنات الموجودة، مرة المقارنة سنة 2019 مرة من بداية عمر الحكومة، فمحتاجين يكون عندنا الموضوع أبلز تو أبلز. طيب سؤال يعني آخر، سؤال آخر سيدي معلش، أنتم لا تستحدثون فرص عمل، أنتم بتحكوا مع المصانع صح دكتور؟ مع المؤسسات، مع المؤسسات يعني 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 اليوم زي ما قلنا احنا وزارة العمل وظيفتها التشبيك مع فرص العمل المتاحة، وزارة العمل ما بتجيب استثمار وما بتحفز اقتصاد. اليوم انا مهمتي كوزارة عمل اعرف ما اني ما اضيع ولا فرصة عمل متاحة بالسوق الاردن. طبعا انا بركض وراء المصانع والجهات هاي كلياتها، اذا انت ما بدك تشغل اردني شو المهارات اللي بتطلبها، شو الاختصاصات اللي بتطلبها، بروح بجيب الأردني اللي بتناسب معاه. وطبعا لأنه هاي كانت السنوات الماضية كان في فرص عمل بسوق العمل الأردني ولكن كانت ضايعة، ما كان فاهم يعني كان الأردني بواد وسوق العمل بواد آخر. والدليل على كلامي بين 2001 و2007 كانت نسبة النمو وصلت 7% عندنا، ولكن المواطن الأردني ما استفاد من نسبة النمو هاي واستفادت منها العمالة الوافدة. إذا في عندنا مشكلة بالتشبيك. أنا اليوم مديرية التشغيل نعم بدها تكون متواجدة بالتجمعات الصناعية وبالمدن الصناعية، وظيفتنا نحط سياسات تشجع الأردني حتى ينضم حتى للمدن الصناعية هاي ولأسواق طيب. العمل. طيب معليك دكتور عامر بيطرح عليك سؤال، تفضل دكتور. كم عدد فرص العمل اللي تم استحداثها حتى الآن خلال عمر الحكومة الحالية؟ أول شيء مسيك بالخير. مساء الخير معليك، الله يسلمك. خلينا يا أخي صلي على الحاضر. عمر الحكومة الحالية والله أنا ما أنا بعرف بسنتي 2019. كم 2019؟ 2019 الاستحداث هذا مش رقمي أنا عندي. لا كم توفير مش مهم، استحداث توفير. التوفير؟ يعني توفير فرص العمل أو كم الفرص العمل تم تشغيل الناس؟ دقيقة شوي. أنا عندي البيانات هاي عبارة عن حسب سجلات، أول شيء عندك الإطار الوطني للتمكين والتشغيل اللي هو في قطاعات الصناعة والسياحة والصحة والزراعة والبناء والتشييد والخدمات والإصلاحات تكنولوجيا المعلومات. الإطار الوطني للتمكين والتشغيل حسب القطاعات، وهي ردا على كلام السيد عامر أنه الحكومة ما عملت شيء، لا الحكومة أهلت ودربت حسب إطار وطني للتمكين. هون شغلنا 25,086 في هاي القطاعات. عندك الأعمال الريادية التشغيل الذاتي الفردي 4611 فرصة حسب بيانات صندوق التنمية والتشغيل. عندك مبادرة تشغيل الأردنيين في قطر لغاية نهاية السنة 3615. عندك مبادرة التشغيل في القطاع الخاص من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة 1053، طبعا البيانات اللي جتنا 1837 بس احنا دققنا على بيانات الضمان الاجتماعي وقللناها واتحنا لمنطقة العقبة طيب. يجيبوا البيانات يستكملوها. دكتور عندك جايك بالمجموعة 25 بيجي تقريبا اكثر من 30,000 34,748. السؤال قديش في مشتركين فعالين 2019 بالضمان الاجتماعي؟ 48,388. هذولا لا يشمل موظفين القطاع العام. طيب بدي أسألك سؤال دكتور معاليك، اطلعت على تقرير راصد؟ اطلعت عليه صراحة. اطلعت عليه، وإحنا أنا 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 الأخ عامر له كل المعز والاحترام وتقاريره كمان لها كل الوزن عندنا. نعم. اطلعت عليه وحاب بس أحكي على عجالة بعض النقاط عليها. تفضل. أول إشي من حيث المنهجية. بالصفحة 11 من التقرير انشرحت المنهجية. نعم. المنهجية حكت عن ثلاث مراحل: جمع المعلومات والتحقق والتصنيف والتحليل. نعم. أنا عندي ملاحظة جوهرية على جمع المعلومات. تفضل. وأنا أزعم أني أنا عندي فكرة عن الدراسات هاي، بعرف كيف بتنعمل. أول إشي يعني في منهجية وين ما كانت اسمها ترينجليشن، إنه في عندك يعني فاليديشن للتحقق بالمعلومات هاي. اليوم أنا قريت بصفحة 11 بالتقرير إنه من خلال أقوال دولة الرئيس، من خلال المواقع الإلكترونية، من خلال جوجل، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال هاي الأمور. هذا جيد، ولكن هل اطلعت على تقارير الإنجاز الشهرية للوزارات؟ بلاش. هل جلست
مع الوزارات الوزارة المعنية، ويا أخي تأخذش كلامه بس اسمع منه مشان تعمل فاليديشن وانت تطمن وتأخذش كلامه. يعني مثلا المجلس الاقتصادي والاجتماعي يا أخي يجوا بيجلسوا معانا وبخوش بأي حكي بنحكيه، بس يعني بقعد بعمل فاليديشن. فاليوم يعني أنا بعتقد إنه المعلومات هاي بده شوي تكون يعني اسمها علميا سكندري داتا مش برايمري داتا، سكندري داتا منقولة. فعندي تحفظ على موضوع التحقق. موضوع آخر التحقق من المعلومة. أشارت الصفحة 11 إنه التحقق من المعلومة بيكون عبارة عن جلسة مشتركة ما بين راصد وباحثين مستقلين. طب يا عمي وين الجهة؟ طب اقعدوا معها اسمعوا منها ولا تاخذوش، يعني اشتري ولا تبيع. طيب هذا بالنسبة لموضوع المنهجية. بعدين أنا ملاحظ على المنهجية طيب. الموضوع كمي وليس نوعي. يعني بالله بدي أسألك سؤال، أنا شو بدي أستفيد إذا الوزير فلاني طلع مهمة رسمية 5 مرات ولا 6 مرات؟ يعني شو أثره هذا؟ يعني راح نجيها معليك، هاي راح أجيها، هاي راح أجيها النقطة، راح أجيها والله غير أجيها. عامر طيب. دقيقة شوي ماشي. خليني أروح على وزير العمل. أنا يا أخي بصفحة 95 موجود له 4 زيارات. طيب حكي هذا مش مزبوط، يعني في خطأ 25%، لأنه أنا برئيس ديوان خدمة مدنية حسبتها، رحت على فلسطين ولما صرت وزير عمل رحت على جنيف بعدين قطر، 3 زيارات. طب منين جبتوا 25% زيادة؟ في موضوع بصفحة 43 بدي أحكي بالعمل بس صفحة 43 بقول لك القطاع الخاص يجب أن يخصص يوم في السنة يضاف إلى رصيد الإجازة، هذا يعتبر خدمة مجتمعية. وبقولوا لك أنه راصد أنه الحكومة لم تحقق هذا الالتزام. لا يا أخوي، أنت لو قعدت معي بقول لك روح الموقع الإلكتروني طيب. في نموذج اسمه نموذج النظام الداخلي للمؤسسات حطينا في مادة رقم 16 فقرة دال بتقول لك أنه على المؤسسات والجهات القطاع الخاص انها تحط يوم عمل يوم 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 للخدمة المجتمعية وينضاف للإجازة، واذا ما عمل هذا الموضوع بتفتش عليه المنشأة وبتخالف. طيب فهي خليني اكمل لك الموضوع، غير الموضوع هاي المعلومة غير دقيقة. الصفحة 45 بقول لك تقرير راصد انه تعهدت الحكومة بإلزام الشركات التي توظف 10 عمال او اكثر بوضع سياسات لمنع العنف والتحرش بمكان العمل استنادا للمادة 55 من قانون العمل. راصد بقولوا لك ما حققت الحكومة. انا برد على راصد بقولهم كلامكم غير صحيح، لانه تعدى النموذج النظام الداخلي والموجود على موقع الوزارة المادة 18 فقرة جيم موجود بالنص، يتوجب على صاحب العمل ان يعتمد سياسة طيب. الحماية من العنف والتحرش. معليك اجي لك على صفحة 54 بكفي بكفي يا سيدي بكفي معليك. آخر نقطة آخر 54 تفضل. بقول لك انه الحكومة تعهدت بتوفير 2200 فرصة عمل للمهن الطبية في القطاع العام والخاص. شو بقول لك راصد؟ بقول لك راصد انه الحكومة ما حققت هذا الكلام. لا يا سيدي، بقول لك في 825 فرصة عمل في القطاع الخاص بالمهن الطبية، والقطاع العام حسب بيانات ديوان الخدمة المدنية 1279 في مهن طبية، أطباء وممرضين وفنيين وتحاليل ومختبرات. إذن الكلام غير صحيح. طيب فالموضوع كمي. بعدين اللي بدي أقول لك إياه لما تشوف إنجازات حكومة وعدم إنجازات حكومة وين الموضوع مشان يكون كمي، في إشي اسمه ويتد فاكتور. ويتد فاكتور اليوم معقول لما يكون عندي التزام كحكومة أن أغطي مثلا كل الأردنيين في التأمين الصحي، تعتبر لي إياها هاي زي مثلا معليك سفرة وزير؟ ماشي معليك، أنا راح أجي على سفرة الوزير وراح أجي على التعيينات. أنا بدي أشكرك جزيل شكر نضال بطينا وزير العمل، كنت ضيفي على أخ عامر وعلى موصول وسامع الدكتور والدكتور فاز. شكرا. هلا معليك. طيب الآن دكتور فاز سؤال آخر نسألك إياه، لازم أعلق على اللي حكاه بس نقطة واحدة أعطينا علق. مو لازم كمان بدي كل تفضل حكومة تفضل يعني تفضل يا سيدي كل حكومة تفضل حكومة يا عامر يعني سيدي حتى تقديرك مع الحكومة لا كل الحكومة تقريبا يعني انا اول شيء بدي اشكر معالي اولا يعني انا فخور جدا انه في وزير يعني بالحكومة بيقرا بهاي الطريقة وهذا شيء جديد فلاها يعني جميل جدا يعني انا ما بتخيل قديش فخور بانه هو قارئ التقرير وانا بوجه له كل التحية
وبوعده بالتقرير الجاي انه احنا نجتمع مع الوزاره ونزور الوزاره، مع الرغم احنا في تقاريرنا السابقه دائما كان يتم الاتصال مع الوزارات وارسال كتب ونتصل مره وثنتين وعشرة، بس هيهات انه انت تيجيك الجواب من الوزاره. نعم. المهم بس انا بدي اقول بانه تصريح دوله رئيس الوزراء اكد على فكره انه راح يستحدث 30,000 فرصه عمل غير الموجودة في السوق اللي هي من 30 إلى 35 اللي كانت موجودة أصلاً بالسوق. التصريح نصه عندي موجود، بتحب هسه بطلع لك إياه. طيب. اللي حكى معالي بأنه 2019 هم مجموع الفرص 34,000 فرصة عمل. إذا الحكومة لم تحقق أي فرصة عمل أو السياسات الحكومية لم تؤدي إلى أي فرص عمل جديدة غير التي كانت موجودة أصلاً في السوق. نعم. هذا يعني الدليل قاطعي على أنه إحنا بنحكي ما زلنا في مجال التشغيل لم نقدم حقيقة الكثير. بس طيب دكتور بدي اسالك الان اسئله حول انجاز خطه الحكومه. تقرير اعمال الحكومه لسنه 2019 تحدثت عن رفع كفاءه القطاع العام والقضاء على الترهل الاداري، تحدثت عن بعض البنود انه احنا لا رحنا شفنا بتقرير ديوان المحاسبه واحنا اكثر من 450 مخالفه صوبناها وما الى ذلك. طيب السؤال، لماذا لا يتم، لماذا احنا ما بنلمس هذه المواضيع مباشره؟ بس اسمح لي نقطة إضافية. وتحدث معالي نظام بطانة وزير العمل عن 34,000 فرصة عمل، وتحدث أيضا عن 48,000 تسجيل بناشط في الضمان الاجتماعي. معنى ذلك أنه تم خلقه في عام 2019 48,000 بين قطاع اللي دخلوا على الضمان الاجتماعي. كم رقمهم؟ 48,000. هذا ما تحدث به مع وزير العمل تصحيحا للرقم اخوي الدكتور عامر. الان اسمح لي اسال على هذا الرقم سؤال. نعم. طيب ليش نسبه البطاله بعد 19.1؟ سيدي، اول شيء بالنسبه هذا الرقم من معدل البطاله على الاقل اذا اخذت المسجلين في ديوان الخدمه المدنيه اللي هم حوالي 380,000 طلب موجود بديوان الخدمه المدنيه، هذا رقم قليل جدا. وطريقة الإحصاءات التي يتم التعامل فيها مع حساب الرقم هي فترة الإسناد الزمني، إذا كانت أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة. وهذا يعني أنه عندما يسأل المواطن في مسح العمالة والبطالة عن آخر مرة بحث فيها عن فرصة عمل، الفترة الزمنية ترفع أو تخفض معدل البطالة هي فترة الإسناد الزمني. هذا جانب. الجانب الآخر أنه إحنا في عنا كل سنة بدخل على سوق العمل أكثر من 50,000 خريج جامعة، غير عن خريجي الثانوية العامة غير. فأنا تقدير مهما قام الاقتصاد الآن بالظروف الحالية من خلق فرص عمل، سيبقى رقم البطالة لا يتغير كثيرا، قد يتغير بأقل من 1% صعودا أو هبوطا، ولكنه مهما كل هذه فرص العمل نتحدث عنها لن تغير رقم البطالة بشكل جوهري. يعني نتحدث عن نص نقطة يمكن أو نقطة، لكن ليست أكثر أو أقل من ذلك. هذا يتطلب ماذا بالنسبة لخط الفقر؟ بالنسبة لخط الفقر أنا لم أطلع على تفاصيل الدراسة، ولكن أود أن أقول التالي، أنه موضوع عشان تخفض مشكلة البطالة أنت بحاجة إلى نمو اقتصادي أكثر ما هو متحقق الآن. نحن نتحدث الآن عن نحو 2% مجمل النمو الاقتصادي بالبلد، لكن لكي تتمكن من تخفيض نسب البطالة أنت تحتاج إلى 3 أو 4 أو 5، وعشان تخفض منها بشكل جوهري تحتاج نمو اقتصادي يصل إلى 7 أو 8%. وهذا أيضا في ضمن الظروف والمعطيات الحالية سواء كانت داخل الأردن أو في الأقليم شبه مستحيل. طب سيدي، احنا بخطوط الحكومه لك الاردن في المؤشرات الوطنيه والدوليه اداء ايجابي بالنسبه للصادرات ارتفع 8.2. نعم. نسبه انخفاض العجز 14%. نعم. نسبه انخفاض المستوردات 5.5%. هناك سؤال اخر عندك، 17.5 نسبه ارتفاع عدد المؤسسات الفرديه المسجله. طب كم نسبه عدد الشركات الفرديه اللي سكرت؟ أنا لا يوجد عندي الرقم، ولكن خليني أنا معك دكتور، لكن أقول لك بس إذا سمحت لي على هذا. عندما تنظر إلى هذه الأرقام هي جميعها أرقام إيجابية وتبشر بأنه عام 2020 سيكون أفضل اقتصاديا من عام 2019. اليوم قامت الحكومة بتسديد التزامات القطاع الخاص التي كانت متوقفة وهي حوالي 350 مليون دينار، هناك زيادات الرواتب 150 مليون دينار، هناك انفاق
حكومي زاد بشكل بالموازنة 2020 بشكل كبير مقارنة بالسنوات السابقة. هذه الأموال جميعها نحو 500 إلى 600 مليون دينار ستدخل إلى السوق، وهذا يحرك الاقتصاد الأردني، ونتأمل أن يرفع أيضا نسبة النمو الاقتصادي، وهذا سيؤثر إيجابيا على البطالة وسيؤثر إيجابيا على الفقر من ناحية تخفيض معدل البطالة وتخفيض معدل الفقر. ولكن هذه ليست سؤال آخر. أنت تحدثت فضلت أنه راح يدخل على 2020 مبلغ قيمته 500 مليون تقريبا. طيب كم راح يجينا من الذين تم القبض عليهم بتهم فساد؟ هاي نقطة. أنا يعني نقطة ثانية، الحكومة أول زيارة رئيس الوزراء كانت بيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بعد ذلك شفنا قضية الدخان، بعدين سمعنا رئيس الوزراء بتحدث أنه في هناك حوت. وين الحوت سيدي؟ مين الحوت سيدي؟ هل يعقل أن نسمع مثل هذا التصريح ولا نعلم منه؟ دائما الأردن رجع يقول نفس الكلام، نسمع بالفساد ولا نراه. سيدي تفضل. بالنسبة لكم تستطيع الحكومة أو قديش الحكومة راح تجيب من موضوع مكافحة الفساد، لا أعتقد أن هناك أي شخص يستطيع أن يجزم بذلك، سواء كان بعام 2020 أو حتى في عام 2019، لأن هناك في قضايا حولت إلى المحاكم، وهناك قضايا في منظورة في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. فأنا أعتقد أنه أي محاولة لإعطاء رقم بهذا ستكون خاطئة على بدايتها. فلذلك 110 مليون تبع ديوان المحاسبة القانونية. الآن ديوان المحاسبة استطاع أن يوفر مبالغ، وهيئة مكافحة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أيضا لديها ملفات كثيرة جدا. أنا تقديري سيدي أنه ما نستطيع أن نقوم به اليوم، تحدث قبل قليل عن الترهل الإداري والتزام الحكومة بمحاربة الترهل الإداري، هناك إجراءات تقوم بها مؤسسات مختلفة. نحن في وزارة الشباب بدأنا بإجراءات محددة، ضبط دوام الموظفين، بتقديم حوافز للذين ينجزون مقابل عدم تقديم حوافز للذين لا ينجزون. الأصل المعيار الوحيد لتقييم الأداء هو للتقدم من عدمه هو الأداء. إذا كان لديك أداء متميز فتكافأ على هذا الأداء. أنا أكرر مرة أخرى، حكيتها في أماكن مختلفة وأكررها الآن، لا ينبغي إطلاقا أن نتعامل مع الموظفين بشكل لا يكافئ المتميز ولا يكافئ الإنجاز. طيب. يجب أن يكون الإنجاز هو أساس التقدم من عدمه. سأذهب إلى فاصل، بعد ذلك أتواصل إياكم، تفضلوا البقائي معنا، فاصل قصير. فصل المسارات هي المقاربة الإسرائيلية الجوهرية والاستراتيجية. فلسطين الطرف الأضعف في المعادلة لكنه الطرف الأقوى. هنا نتحدث عن أهم المحطات بالعلاقة بين مصر وحركة حماس. نحن بحاجة الآن إلى تدخل مجلس الأمن لمعالجة الوضع داخل العراق. هاي المنظومة البرلمانية لليوم ما قدم شيء إيجابي. فجأة استطاق الجمعية في لبنان ولا أحد متهم. يتحدثون من منطلق خطورة الوضع القائم في لبنان. هناك رغبة بوجود تغيير يحدث في الإدارة الأمريكية. وهنا أيضا مسؤولية تركيا أساسية طالما أنه في تفاهمات تمت بين تركيا وروسيا. أهلا بكم من جديد، أهلا بضيوفي. دكتور عامر، معقول بدنا نرصد تغريدات دكتور عمر رزاز؟ عامر حط له لايك، دكتور فارس ما حط لهش لايك، يعني هل هذه تعد أيضا من ضمن التقرير؟ مين ما يحط له لايك يحط له، والما يحط لهش ما يحط لهش. أنت حكيت ببداية الجلسة إحصائية أنه ونحن نحترم وسائل التواصل الاجتماعي، صحيح، ونعتقد بأنها في غاية الأهمية أصبحت الآن، ولا يمكن تجاهل وسائل التواصل الاجتماعي. إحنا في حقيقة في هذا التقرير حبينا نضيف هاي الجزئية، نشوف تفاعل المواطن الأردني مع دولة رئيس الوزراء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واخترنا تويتر لأنه كان الأسهل حقيقة لتتبع تويتر. يعني نسبة التعليقات الإيجابية بالشهر الأول
لدولة اللي كانت مرافقة لتغريدات دولة رئيس الوزراء كانت 31%، اللي كلها إيجابية وكلها هاي التعليقات الإيجابية بشهر 12 انخفضت إلى 1% تقريبا. أنا ما قلت بأنه هذه تستطيع أن تعطي حكما قطعيا، بس لا شك أنها تعطي انطباع. شو دلالتها؟ شو انطباعهم؟ يعني لما يكون المتفاعلين مع دولة رئيس الوزراء في أول شهر من استلامه 32% إيجابيين جدا، والإيجابية تنزل 1% بشهر 12، هذا بعطي انطباع على أنه شعبية الحكومة انخفضت، بأنه مستوى التفاؤل بأداء الحكومة انخفض، بأنه كل التعديلات والحكومة انخفضت شعبيتها. أنا بحكي شو اللي بتعطينا انطباعات. أنا بحكي شو اللي بتعطينا انطباعات. هذا السؤال يسأله مركز دراسات الاستراتيجية، نتائجه كانت واضحة. طيب ماشي. إذا تكرمت أنا بس متعلق على هذا الموضوع، لأنه أول إشي وسائل التواصل الاجتماعي لا تعبر عن الرأي العام الأردني بكليته، تعبر عن آراء الذين يستخدمون هذه الوسائل. تويتر بالأردن عدد الذين لديهم حسابات عليه قليل جدا مقارنة بفيسبوك، وعادة بزولة الرئيس الذين لديهم حسابات على تويتر يكونوا أكثر نقدية بشكل عام، وهذا من خلال الدراسات اللي عملناها سابقا، أنه تويتر يعني قد تكون 14 نقطة مئوية أكثر سلبية ممن لا يوجد أي حساب على تويتر، مثلا بما يتعلق بالاتجاه البلدي إذا كان ماشي بالاتجاه الصح أو بالاتجاه الخاطئ. الجانب الآخر، عندما نتحدث عن بدايات دولة الدكتور عمر الرزاز كان هناك حجم تفاؤل كبير جدا حسب استطلاعات الرأي العلمية التي تم تنفيذها آنذاك بقدوم دولة الرئيس. وكل جديد له باجي. لكن أيضا كان لهذا سقف التوقعات المرتفع جدا تغير بعد 100 يوم حسب استطلاعات الرأي، وترافق مع ذلك أيضا على وسائل التواصل الاجتماعي 30% متوقع أنه بتنزل، كما نزلت نسبة الناس المتفائلين بقدوم الدكتور عمر الرزاز، وهذا باعتقادي له علاقة بسقف التوقعات، لأنه حجم المشاكل التي نعاني منها في الأردن تاريخيا وهي مشاكل متراكمة ومركبة لا يمكن أن يحل بحكومة أو برئيس حكومة، يحتاج إلى عمل منهجي ومؤسسي متراكم وطويل الأمد لكي نتمكن من الوصول إلى حلول لهذه المشاكل. طيب سيدي، شو بتعلق على التعيينات في الوظائف العليا؟ الدكتور بتحدث في تقريره أنه في مجموعة من الوزراء لما غادر الحكومة رجعوا لمناصب أخرى. نعم، أنا تقديري اختصاص الوزارات. نعم هذا مهم. نعم أنا تقديري أنا أن هؤلاء نحو 20 شخص تقريبا الذين تم تعيينهم في أو أقل من ذلك، 46 حسب شخص عمل كلهم بقرارات مجلس الوزراء يعني. لكن هذا أول هذا شيء مؤسسي. أنا بعطيك أمثلة من اللي بعرفها، مثلا دكتور رجاء المعشر تاريخيا بين رجاء المعشر راعين منذ السبعينات إلى وهو بين الحكومة ومجلس الأعيان، وهذا أنا تقديري أنه بالتركيبة السياسية الأردنية شيء طبيعي، وحق للحكومة أن تقوم بتعيين هؤلاء في الأماكن التي ترى أن لديهم شيء ما يضيفونه فيها، مثلا معالي مهند شحادة في شركة المساهمات الحكومية لديه خبرة وباع طويل في موضوع إدارة الاستثمارات. ليش عدلوا رئيس الوزراء معناته؟ عفواً، ليش عدلوا؟ ليش روحوا جاب؟ يعني لا أستطيع أن أجيب على هذا بشكل تحديدي، ولكن تعرف هناك في معادلات كثيرة في تشكيلات الحكومات في الأردن. دكتور عمر الرزاز قال قبل ما يتم التعديل الأخير أو الرابع أو الثالث، بطلت أتذكر والله، قال إنه إحنا شو المشكلة إنه نجيب حد يعني بيعرف بالاستثمار حتى لو ما كان أردني، وبعدين صار في تعديل حكومي طيروا هذه الوزارة وحطوا لي معالي رئيس مجلس إدارة. أنا بسأل سؤال، الناس حقك تسأل السؤال، وكمان حقنا نقول لك إنه هذا تصرف مؤسسي لمجلس الوزراء، الحق في أن يتخذ ما يراه مناسب للقرارات، لديه ولاية في هذا الموضوع ويقرر. هناك عدد من الوزراء بين 25 إلى 29 وزير بيعتمد متى تم اتخاذ مثل هذا القرار، لديهم من السلطة التقديرية ما يمكنهم من اتخاذ مثل هكذا قرار،
ومجلس الوزراء يتحمل مثل هذه المسؤولية. ولو لم يكن مجلس الوزراء على قناعة لما تم اتخاذ هذا القرار، لأنه سيكون هناك أيضا عادة أشخاص آخرين يتقدمون لتلك الوظائف أو يتم ترشيحهم لتلك الوظائف. يقرر مجلس الوزراء أن يختار هذا أو ذاك بناء على المعايير المطروحة للنقاش على طاولة مجلس الوزراء. فهذا حق دستوري وحق قانوني لمجلس الوزراء وحق مؤسسي أيضا. معناته رئاسة الوزراء ما يحطوا لنا شروط وتعيينات وروح ينادوا هالناس وروحوا عشان لا هذا الشيء الشاغر المحدد؟ إذا سمحت هذا شيء مختلف. لا هذا شيء مختلف. هناك في الوظائف العليا وظائف محددة من أمين عام ومدير عام، عندما تعلن يتم عليها التنافس بشكل مهني وبشكل حرفي. أنا اليوم أعلنت لموقع أمين عام وزارة الشباب ويكونك تنافس على هذا. اليوم تقوم ديوان الخدمة المدنية بفرز طلبات المرشحين لهذا الموقع. هناك ضغوط لا شك طبعا، سيتصل بك فلان وفلان وفلان ويزكي عامر ويزكي عامر ويزكي غيره، لكن هذا لا يعني إطلاقا أنه تقبل هذه التدخلات بغض النظر عن مدى العلاقة أو مدى احترامك لذاك الشخص من ذاك. اليوم في هناك عملية شفافة وواضحة يجب أن تتم بكل حرفية ومهنية، وهي التي ستخرج هذا الموظف لذلك الموقع. التنفيذ في تدوير المناصب هكذا أحدهم قال، وصل إجراءات تعيينات في المراكز دون الاستناد إلى نظام التعيين على الوظائف القيادية. ماشي. 46 قرار تعيين مناصب قيادية وعامة، 5 أشخاص قطاع خاص و33 واحد من قطاع العام، 5 وزراء غادروا وتم تعيينهم مناصب قيادية وعامة. ترى هم 6، بذكر بالسادس بعد الحلقة. ماشي. على أي أساس؟ أوكي، ما هي توصياتكم في هذه النقطة؟ يعني أولا هذه كلها قرارات مجلس الوزراء. إحنا التعيينات اللي حبينا نفرزها هي القرارات اللي تصدر بقرارات من مجلس الوزراء فقط، مش أي قرارات. يعني في أحيانا أنت ما في قرار مجلس الوزراء بعض التعيينات، في تعيينات كثير غير هاي التعيينات لكنها مش من قرار مجلس الوزراء. يعني بتكون صلاحيات إما وزير لأنه رئيس مجلس إدارة أو ما شابه ذلك. طب شو المشكلة إنه رئيس الوزراء يعين مناصب عليا؟ إذا رئيس وزراء بتوش يقدر يعين؟ إحنا ما عندنا مشكلة. يقول لي هذول بده كتب 50 ولا 60. خلينا نكون واضحين، إحنا ما عندنا مشكلة بأنه يعين. إحنا طيب. بهمنا أن المواطن يفهم ليش فلان تعين وليش فلان تروح. أنت إذا بتعين فلان وأنت كان بنفس الوزارة ورجعته على نفس القطاع، إحنا بنفهم ليش روحت زي ما أنت حكيت، ليش روح ما دام هو نفس القطاع. إذا أنا طلعت فلان من التربية ورجعته على التربية، ليش أنا روحته إذا كان ليش أنا رجعته؟ جزء وصل عمره 60 سنة. لا ما وصلش عمره 60 سنة. هيني بعطيك معلومة أنا. بصرف النظر. إحنا أنا بعتقد القصة مبدأها الأساسي هو مبدأ الشفافية وليس مبدأ التجني. إحنا ما بنقول إنه مش من حق مجلس الوزراء أن يعين، ولا بنقول إنه من حق الوزراء ما يسافروش، ولا بنقول إنه هذا في النهاية كل هذا حق مش مختلفين عليه، لكن الشفافية هي الأمر المطلوب. والصراحة يعني رئيس الوزراء بيطلعوش يعين 2-3 من أصحابه؟ يقول أنا عينت أصحابي. ما يقولش عينتم على اساس الكفاءه. لا انا تقديري اذا كان بده يعين اصحابه يقول انا عينت اصحابي. يعني اذا كان هذا الموضوع بهي الطريقه. طيب الدكتور متهم انه تم تعيينه لانه صديق دوله الرئيس، وما بيعيبه. وللدراسه الاخيره اللي قام فيها في ازمه المعلمين سمعت هذا الدكتور صح سؤال؟ صحيح. انا اقول لك يعني انه هذا الحكي يتردد كثيرا. نعم. اولا كيف تجيب بما انه انا اجيب على هذا واسمح لي ان يعني اجاوبه بشكل يعني كامل. أنا لم أصبح وزيرا لأنني صديق للدكتور عمر. هناك عشرات الآلاف من الأردنيين أصدقاء للدكتور عمر. أنا صديق للدكتور عمر وعامر صديق للدكتور عمر رزاز. وهذا الاتهام أنا بعتقد أنه اتهام باطل وغير علمي إطلاقا. نحن نقوم بعمل مهني سابقا ولاحقا، والآن سنقوم بهذه الأعمال ولن نتردد إطلاقا في يوم من الأيام أن نقدم ما نستطيع ونقدم بشكل علمي ومنهجي خدمة لهذه البلد ولأهلها الكرام ولسيد البلاد. نحن عندما نقوم بإجراء أي دراسة نتوخى فيها الدقة وأفضل الممارسات العالمية. أكمل لك إذا سمحت لي. طبعا. والشيء الأهم من هذا وذاك، نحن مواطنون من هذا البلد، خدمة الأردن واجب علينا، ولن ندخر أي معرفة ولا جهد ولا علم في أن نقدم خدمة للأردن والأردنيين. فأنا لن ولن أقبل أن أقوم بشيء لا سابقا ولا لاحقا يضر بمصلحة الأردن،
وعدم القيام بعمل مهني يضر بالأردن، ولن أقبل بذلك ما حيث. شكرا لك دكتور فارس بريزات وزير الشباب، شكرا مسؤول دكتور عامر بن عامر مدير مركز الحياة راصد، لأنه انتهى وقت البرنامج زدنا عليه دقيقتين. دمتم بخير، غدا نلتقيكم بأمان الله.